de la psychanalyse nous disait, c'est l'éducation reçue dans la première enfance qui laisse la plus grande empreinte. Intelligence d'avoir valorisé la langue et la culture berbère, afin tout d'abord de s'adresser aux jeunes enfants qui quittent le giron familial dans leur langue maternelle, mais aussi parce que cette langue fait partie intégrante de notre identité et qu'il est bon tout simplement que nos enfants prennent pleinement conscience de toutes les composantes qui ont constitué. D'après les informations recueillies, seuls 13% des élèves d'école primaire suivent des cours de langue amazigh. Des hakikats il faudrait environ 100 000 professeurs pour enseigner l'amazigh aux 4,5 millions d'élèves du primaire. Nous avons parlé bien de l'amazigh, trois jeunes modérissines, si vous le faites, ou je vous souviens, Il y a des gens qui ont été en train de se faire. المقرات والتجهيزات الى غير ذلك هادشي اللي مشى فيه المغرب واحد الساعه ولكن ملي فطنوا على اساس راه ما نجحش هادشي ولينا كنهضروا على الباراديغم الجديد هو الاهتمام بالراس مال البشري وملي كنهضر على راس مال البشري هنا راه الانسان راه ما فيهش غير راه فيه ما هو مزيد وهنا كتجلى الاهميه ديال اللغه الام اساسيه راينا ما عطينا ليهش الأهمية وما قريناهاش في المدرسة راه ما تسناوش شي حاجة لقدام وما تسناوش شي مشروع ينجحنا وهادشي راه عارفينه ها الوطنية إذا هذا هو الحل ولن نجد حل ثاني ثانيا هل الأمازيغية كلغة أم ستجد حلها بشكل تقني بشكل جزئي أم في إطار مشروع ديمقراطي بمعنى لا يمكن أنا هنا أؤكد بشكل سياسي واضح أنه لا يمكن أن نجيب على سؤال الأمازيغية كلغة أم إلا في إطار ديمقراطي لأن الديمقراطية كمشروع سياسي كتصور كفلسفة هي الإطار الوحيد الذي يوفر أو يعترف بالاختلاف والتنوع والتعددية فإذن هذا مشكل ثاني لماذا أطرح القضية الديمقراطية؟ لأن هناك من لا يتبنى ولا يدافع عن الديمقراطية ويريد أن يصبح المغرب متنوعاً حقيقةً على المستوى الواقع اللسني وعلى الواقع اللغوي سواء في التدريس في الإدارة في التعليم أعطيكم مثال اللي هو إنسان شخص عزيز علينا بحكم أنه ابن منطقتنا اللي هو بودهن بودهن لا يمانع أن تكون الدولة المغربية دولة أمازيغية حتى لو كانت دولة عسكرية أو كانت دولة على نموذج طالبان أو دولة على نموذج إيران فهو لا يشترط شرط الديمقراطيه لكون الدوله ديمقراطيه عفوا امازيغيه انا هنا اختلف معه اختلاف جدا فاذا الجواب الاول بالنسبه او السؤال الاول متعلق بالطابع الجهوي الامازيغيه في المغرب كلغه ام ثانيا ضروره ان يكون الجواب على هذا السؤال اللي هو لغه ام في اطار ديمقراطي تعددي الان السؤال الثالث وهنا غادي نتقاطع مع السي الرخاء بخصوص أنه أعرف أن قناعته تصب في اتجاه أن الريفية لغة على أساس أنه يدافع أصلا على ما يسمى الناسيوناليزم غفار